وفاة وديع وسوف نجل سلطان الطرب الفنان السوري جورج وسوف في مستشفى مار يوسف في بيروت بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات العملية التي أجراها مؤخرا لتدبيس معدته، عانى بسببها من نزيف حاد. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية والإعلامية في لبنان قد ضجت أمس بخبر تعرض وديع وسوف لحالة صحية حرجة. بعد دراسته في مدرسة لويس فيغمان في بيروت، انتقل إلى الجامعة الأمريكية اللبنانية وتخرج باختصاص تسويق وإدارة أعمال عام 2005، ولديه شركة خاصة في مجال التسويق افتتحها عام 2008 في الدوحة في قطر، كما عمل كمدير أعمال لوالده. يذكر أن وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف تعرض إلى أزمة صحية كبيرة مؤخرا، مكث يتغمده بواسع رحمته ويجعله من أهل الجنة مع الأبرار والقديسين، وأن يلهم والده الفنان جورج وسوف ووالدته وعائلته الصبر والسلوان. كانت معكم نسرين من فريق الموسوعة الهندسية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.